الخير على حضراتكم وحلقة جديدة من كلام في الميديا. كالعادة الحلقة هتكون مهمة جدا لأنها مليئة بالعديد والعديد من الأخبار المحلية والعالمية وبالتحديد فيما يتعلق بالنادي الأهلي وآخر أخبار الفريق الأول لكرة القدم بالتحديد. عندنا كلام كتير جدا هنتكلم فيه. ضيف حلقتنا النهاردة الأستاذ عمرو حسن الناقد الرياضي بجريدة الفجر، وهنستفيد في الحديث وكل الملفات كما هو المعتاد. نروح نشوف أهم وأبرز العناوين. يلا. الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الإنتاج. الفريق الأول يسعى لمواصلة انتصاراته تحت قيادة بايل. عبد الحفيظ: نحترم الإنتاج ونتطلع لتحقيق أهدافنا قبل توقف الدوري. الأهلي يتوجه لأسوان الجمعة استعدادا لمواجهة فريقها السبت. محمد صلاح خارج حسابات حسام البدري في معسكر أكتوبر. غدا قرعة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما. الليلة انطلاق الجولة الثانية لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا. طيب، زي ما حضراتكم ما عارفين النادي الأهلي بيختتم اليوم استعداداته لمواجهة الانتاج الحربي غدا بإذن الله، مباراة الساعة 8 على استاد السلام. مباراة هتكون غاية في الأهمية والقوة والندية مع فريق صعب زي فريق الانتاج الحربي. علشان كده عايزين نطمن على استعدادات الفريق سريعا من خلال زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناة الأهلي. يا شريف، مساء الخير عليك. حبيبتي يا زميل أمير، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. أنا كنت طبعا الاهلي بيستعد في اخر تمرين قبل مواجهه فريق الانتاج الحربي، فريق القوي طبعا غدا في استاد السلام في 8 مساء باذن الله. دعوات كل الاهلاويه باذن الله ان شاء الله بالفوز من حليف النادي الاهلي غدا باذن الله. طمنا، الاخبار عندك ايه كواليس المران، الاستعدادات ونهايه هذه الاستعدادات من خلال مران اليوم؟ خليني اقول لك ان النهارده مثل الفيروس طبعا وضاح في الجهاز قرر ان يكون في تمرينتين، تمرينه في العاشره صباحا هتكون فيها المستبعدين من مواجهه الغد، وتمرينه في الخميس مساء هيكون القائمه فقط اللي هتتوجه بعد قليل الى احد الفنادق القريبه من استاد السلام لمبيت ليله المباراه. خليني اقول لك ان النهارده ان كان الساعه العاشرة صباحا زي ما قلت لك كل المستبعدين اتمرنوا الصبح في اللي هم مين؟ 10 صباحا، كان من ضمنهم ديانجي طبعا وصالح جمعه واحمد الشيخ وغيرهم. يمكن في الخميس مساء بدا التمرين ب يمكن تمرين خفيف بكره اليد وتسخين وعمل تقسيمه كبيره يمكن اختتمها ببعض التمرينات التكتيك وحط التشكيل يمكن اللي هيبدا بيه بكره واختتمها بعض التكتيك وشوط في اخر التمرين. خليني اقول لك يمكن ال 18 لاعب وثلاث حراس هيكونوا موجودين مع النادي الاهلي غدا في مواجهه الانتاج الحربي. اتفضل. انا قريت بعض الاسماء على السوشيال ميديا من صغري ان معظمها غلط. خليني اقول لك هذه القائمه في حراسه المرمى: محمد الشناوي، تمام، شريف اكرامي، مصطفى شوبير، تمام، في خط الدفاع رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، احمد فتحي، محمود وحيد، محمد هاني، علي معلول، تمام، في خط الوسط حمدي فتحي، السوليه، حسام عاشور، وليد سليمان، مجدي قفشه، حسين الشحات، رمضان صبحي، اجاي، صلاح محسن، وليد ازارو، وجيلاردو. يمكن 18 لاعب وثلاث حراس، دي القائمة اللي أدت التمرين في الخامسة مساء. يمكن التمرين انتهى منذ قليل، ولكن في أمام جلسة حبها لها حوالي 10 دقايق ما بين طبعا حارس مرمى النادي الأهلي شريف إكرامي
ومستر فايلر المدير الفني للنادي الاهلي. يمكن جلسه 10 جايين يمكن هم لوحدهم بس اللي في الملعب، الباقي كله غادر للتمرين علشان طبعا يصلوا صلاه المغرب ويتجهوا الى احد الفنادق القريبه من استاد السلام علشان تبدا المباراه باذن الله. باذن الله يكون التوفيق بكره حليف النادي الاهلي، باذن الله يكون الفوز بنصيب الاتحاد. كابتن امير عندك اي استفسار؟ انا معاك. التمرين خلص ولا على وشك النهايه يا شريف؟ لا انتهى، انتهى بالفعل، انتهى من حوالي 5 دقائق او 7 دقائق بالتحديد. ابرز ملامح المباراه النهارده، هل كان في تقسيمه شيء معين كان مركز عليه مستر فايلر، تالق بعض اللاعبين مثلا؟ هو الراجل بدا التمرين زي ما قلت لك بالتسخين او بالاطالات، وبعد كده كان في فتره بالكره تانيات، وبعد كده عمل تقسيمه كبيره كان حريص يحط التشكيل والاحتياطي ويبدا يعمل التكتيك الخاص بالمباراه في فاولاته في الكور الثابته وفي الضربات الرسميه. ويمكن الراجل يمكن ابرز ملامحه في بدء السباق، الراجل بدا يعتمد على اسماء فاعله، فباذن الله يكون لهم التوفيق بكره في الواقع باذن الله. يا رب ان شاء الله يا شريف. انا بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي، واللي قال لنا كل الاخبار اللي بتتعلق بالفريق واستعداداته لمباراه الغد امام انتاج الحربي. باذن الله الفريق يكون موفق، وان شاء الله تكون 3 نقاط اخرى وجديده في رصيد النادي الاهلي بعد الفوز في اول مباراه على نادي سموحه. الاستمرار في الانتصارات شيء غايه في الاهميه بالنسبه للمدير الفني الجديد مستر رينييه فايلر. البعض بقى هيعلق طبعا بعد هذه القائمه، لي اليو ديانج بره، لاحمد الشيخ بره، مين تاني؟ صالح جمعه نفس الكلام. فزي ما اتفقنا قبل كده الراجل بيشتغل من خلال استراتيجيه معينه ووجهه نظر وافكار خاصه بيه هو. احنا كل اللي علينا ايه؟ ان احنا ما نسالش، احنا بندعم في انتظار الانتصارات، وده الشيء الاهم بالنسبه لكل الجماهير الاهلاويه. بس اللي لفت نظري في الحقيقه ممكن كتير بالتحديد يكون متفاجئ باستبعاد اليو ديانج بعد تألقه في مباراة كانو سبورت، بس في وجهة نظري أنا ممكن تكون صح وتكون غلط، يعني إن استبعاد اليو ديانج مش مفاجأة في إطار إن مستر فايلر بيحاول إنه يخلق دوافع عند اللاعبين بشكل مميز وقوي جدا. بمعنى إن مش شرط اللاعب اللي يتألق في مباراة في هذه المرحلة بالتحديد إن هو هيلعب المباراة اللي جاية كأساسي، لا، هو بيخلق دوافع وبيخلق نوع من أنواع المنافسة في كل مركز، خصوصا مركز وسط الملعب المليء بالنجوم الكبار جدا، اليو ديانج، حمدي فتحي، حسام عاشور، عمرو السولية، عودة كمان محمد محمود ده قريبا، عودة كريم ندفت بإذن الله. فالمركز ده بالتحديد مركز فيه منافسة جبارة من الآخر يعني. ففي كل الأحوال كل الدعم والمساندة للجهاز الفني بقيادة مستر رينييه فايلر ومواصلة انتصاراته مع النادي الأهلي. احنا دلوقتي في مرحلة محلية من خلال بطولة الدوري، فبالتالي هي مرحلة مهمة ولازم ان انت بقدر المستطاع تجمع اكبر قدر ممكن من النقاط عشان تكون المنافسة بالنسبة لك في المتناول وتقدر تتحكم فيها، عكس الموسم الماضي اللي كانت الامور فيه صعبة شوية بسبب ظروف كتير طبعا كلنا عنها. كل التوفيق ان شاء الله مستر فايلر ولاعبي النادي الاهلي في مباراة تكون جيدة غدا، سواء من حيث الاداء والاهم من حيث النتيجة باذن الله تعالى. طيب نروح نشوف اخبار الاهلي في الصحف النهارده، الا ان في اخبار كتيره كالعاده متنوعه وبعضها اخبار غريبه جدا هنعلق عليها بتفاصيل مهمه قوي. يلا بينا. الاهرام، الاهلي ينتظر استعاده مليوني يورو من ستوك سيتي الانجليزي، فايلر يستقر على تشكيل مواجهه الانتاج الحربي. الجمهوريه، قبل معسكر المنتخب فايلر يستعد للإنتاج وينسق مع الفراعنة. الأخبار، فايلر مدمن تعديلات. الشروق، الأهلي واجه الإنتاج بنفس تشكيل مباراته أمام الزمالك، عودة معلول ورمضان والشحات وأفشة، أشعة جديدة لمتولي، مؤمن زكريا يصرف 600,000 جنيه من مستحقاته، وعبد الحفيظ تنسيق كامل مع الجهازين الفنيين المنتخبين الأول والأولمبي. الأخبار المسائي، الأهلي جاهز للإنتاج، فايلر يعيد أفشة وصبحي ومعلول، والفريق يعسكر في القاهرة. المساء،
استمرارا لمواصلة الانتصارات، الأهلي يصرف الدفعة الأولى من عقود لاعبيه، فايلر يطبق سياسة التدوير للوصول إلى أفضل تشكيل. اليوم السابع، الأهلي يحدد منتصف أكتوبر موعدا مبدئيا لمواجهة ريال مدريد. أليو ديانج يفرض نفسه على فايلر والإجهاد صداع في رأس الجهاز الفني. الدستور، الصفقات الجديدة تحدد مصير الجوكر والحاوي، تطبيق سياسة النزول بالأعمار بداية الموسم المقبل، إكرامي وعاشور يرحبان بالاعتزال نهاية الموسم. أوكي. الوطن، الأهلي يفتح ملف التجديد للكبار، وسليمان غاضب من دور دوبلير أفشة، فايلر يعد سعد سمير ومحمد محمود بالفرصة، السويسري يدرس تثبيت أجاي في الهجوم، وعبد الحفيظ يحذر صالح جمعة من الخروج عن النص مجددا. كالعادة أخبار مثيرة شوية بتبقى دايما على النادي الأهلي، بعضها بيبقى منطقي وبعضها بيبقى غير حقيقي بالمرة وبيبقى ليه أهداف أخرى يعني، فإحنا بنحاول نوضح بقدر المستطاع. نبتدي بجريدة الأخبار. جريدة الأخبار قالت إن فايلر مدمن تعديلات، وإن بيتطرقوا للمباريات اللي لعبها مستر فايلر، وإن هو غير التشكيل أكتر من مرة، لكن إحنا ممكن نقول إن هو مدمن تعديلات بعد فترة كبيرة من المباريات أو بعد عدد كبير من المباريات. لو لقينا أن الرجل ماشي بهذه السياسة ممكن ساعتها نقول أنه هو مدمن تعديلات، هو بيحب كده أنه هو يغير ويحط ده مكان ده وكلام من ده. لكن إحنا لسه في مرحلة أولى مع مستر فايلر، أربع مباريات داخلين على الخمسة والستة إن شاء الله يوم السبت كمان مع أصول مباراة تكون قوية الساعة 3 العصر، فلسه شوية على الموضوع أنه هو يكون مدمن تعديلات دي. لكن في كل الأحوال الراجل ماشي بشكل مميز جدا حتى الآن، لو هو هيعمل تعديلات كتيرة جدا وهنفضل نكسب المنظر ده، احنا مش عايزين غير كده طبعا. لكن البعض بيحاول ان هو يحلل طريقة تفكير وأفكار مستر رينيه فايلر، بس الكلام ده لسه سابق الأوان، لسه شوية نقدر نشوف استراتيجية مستر فايلر النهائية في استراتيجيات أو تفكير بيبقى لمرحلة معينة ومحددة، وفي تفكير بيبقى ممتد لفترات كبيرة. الواضح ان ممكن الراجل ممكن يعني ان هو يستقر على التشكيل بعد تجارب عديدة ومباريات كتيرة بيشوف فيها ويقيم فيها لاعبي النادي الاهلي، وبعد كده يشوف التشكيل الانسب اللي يحاول يثبته بقدر المستطاع، رغم ان هو المح في مباراة او بعد مباراة كانو سبورت ان هو مش هيعتمد على 13 او 14 لعيب بس، لا هيحاول يعتمد على عدد كبير جدا من لاعبي الفريق تجنبا للاجهاد في ظل توالي المباريات في مختلف البطولات. سياسة وهنشوف ان شاء الله باذن الله يكون موفق فيها. نروح للشروق. الشروق بتتكلم النهاردة عن النادي الأهلي وتقول إن الأهلي يواجه الإنتاج الحربي بنفس تشكيل مباراته أمام الزمالك، هما بيتوقعوا إن التشكيل هيكون هو التشكيل اللي الأهلي كسب بيه نادي الزمالك 3-2، عودة علي معلول ورمضان والشحات وقفشة طبيعي، أشعة جديدة المتولي للاطمئنان طبعا زي ما قلنا لحضراتكم امبارح على تطور حالته وعنده إصابة في العضلة الخلفية، مؤمن زكريا يصرف 600,000 جنيه من مستحقاته، وده طبيعي والأمور دي بتبقى عادية جدا في النادي الأهلي في التزام حتى في مواعيد صرف المستحقات، حتى لو أنت مؤمن زكريا ولعيب بعيد قوي ومش مقيد في الفريق، لكن دايما بنبقى مهتمين بكل أبناء النادي الأهلي، دي سياسة النادي المعروفة. عبد الحفيظ وبيتكلم على التنسيق ما بين الجهازين الفنيين المنتخب الأول والأولمبي، وده شيء بديهي واتكلمنا فيه أيضا بالأمس. عايز أروح لخبر تاني من جريدة المساء. المساء اتكلمت وقالت إن استمرارا لمواصلة الانتصارات، الأهلي يصرف الدفعة الأولى من عقود لاعبيه، وده بيبقى يعني المواعيد المحددة وسياسة معينة في صرف العقود والدفعات الخاصة باللاعبين، والأهلي دايما بيبقى ملتزم زي ما بقول لحضراتكم في هذه الجزئية، شيء معروف على النادي الأهلي. فايلر يطبق سياسة التدوير، والناس كلها بتتكلم في الجزئية دي للوصول إلى أفضل تشكيل، زي ما احنا كنا بنتكلم دايما مع حضراتكم إن الأقرب في ظل سياسة التدوير إن مستر فايلر بينتظر التوقيت المناسب اللي يقدر من خلاله يستقر ويثبت تشكيل وارد يعني ربما، وممكن يكون الراجل هي سياسته التدوير. المهم برضو تاني وتالت وعاشر في الآخر بالنسبة لنا احنا كجماهير للنادي الأهلي إن الفريق ينتصر في مبارياته، وحتى الآن الراجل ماشي بشكل أكثر من رائع، نتمنى له يا رب هذه الاستمرارية في هذه الانتصارات. عايز أروح لليوم السابع.
وتساؤلات عديدة في الحقيقة بخصوص مباراة الأهلي وريال مدريد. الأهلي يحدد منتصف أكتوبر موعدا مبدئيا لمواجهة ريال مدريد، باختصار شديد جدا في اتفاقات مبدئية خلاص ما بين الأهلي وريال مدريد في انتظار تحديد الميعاد المناسب لهذه المباراة من خلال التنسيق ما بين إدارات الناديين. أليو ديانج يفرض نفسه على فايلر. انا عاجبني في مستر فايلر ان مفيش حاجه ان اسمها ان لعيب بادائه هو هيفرض نفسه، طبيعي ده شيء طبيعي ان ادائك هو اللي هيخليك تلعب، لكن في كل الاحوال بيحاول ان هو يخلي اللعيبه ما يطمنوش ان هم اساسيين في الملعب. هقول لحضراتكم يعني فتره مستر لاسارتي مثلا، يعني ما كانش فيه تغييرات كتيره في التشكيل، هو فيه لعيبه معينين بيلعبوا تشكيل ثابت دايما، فاللعيبه نفسها كانت حاسه ان هي كده كده هتلعب الماتش ده، حلو ووحش ادى بالشكل المطلوب، كان عنده بعض القصور في الواجبات التكتيكيه الفنيه كلام من ده، لا انا هلعب. فما كانش فيه دوافع، كان فيه بعض اللاعبين معنوياتهم خلاص في الارض انهم فاقدين الامل ان هم ممكن يلعبوا. الميزه عند مستر فايلر ان الراجل بيحاول يخلي لكل لعيب هدف ودافع ان هو عنده فرصه المشاركه في المباريات، وده شيء في الحقيقه جيد جدا لصالح الفريق. فعموما هنشوف الاجهاد صداع في راس الجهاز الفني، طبيعي مباريات ورا بعض بيبقى فيه اجهاد، لكن النادي الاهلي عنده قائمه كامله متكامله من اللاعبين المميزين. نروح للدستور بقى، نخش بقى على الاخبار السخنه شويه دي. مش عارف الدستور في الحقيقه عايز ايه من النادي الاهلي بصراحه، انا مش عارف، بقى لنا يومين ثلاثه كده بيقولوا اخبار غريبه شويه. الصفقات الجديده تحدد مصير الجوكر والحاوي، ده على اساس يعني على اساس مثلا ان الاهلي لو جاب صفقات كويسه هيقول لاحمد فتحي ووليد سليمان الاثنين اللعيبه الجامدين قوي دول اللي بالخبرات الكبيره جدا جدا اللي نادر لما تلاقي زيهم، هقول لهم شكرا لو جاب يعني لعيبه كويسه مثلا يعني. تمام، يقول لك تطبيق سياسه النزول بالاعمار بدايه من الموسم المقبل. هو ممكن يكون مختلط عليهم الامر شويه في الحقيقه. موضوع النزول بالاعمار هي سياسة بس مش شرط تكون موجودة في الأندية، ممكن تكون موجودة في المنتخبات أكتر. يعني في الأندية مثلا الأندية الكبيرة بالتحديد بالعكس بيبقوا محتاجين اللعيبة اللي عندهم الخبرات الكبيرة، أمثال أحمد فتحي، أمثال وليد سليمان، أمثال شريف إكرامي، حسام عاشور، الناس دي الناس التقيلة اللي عندهم خبرات جامدة قوي قوي، فهيحاولوا ان هم يحافظوا عليهم، ده شيء مؤكد في ظل تدعيم الفريق بصفقات حتى لو اعمار صغيره لازم يستفادوا من اللاعبين الكبار دول. فدي سياسه الانديه الكبيره اللي من ضمنهم طبعا النادي الاهلي اكبر هذه الانديه. فكلها تكهنات وكلام مش عارف هدفه ايه المرحله دي، بالتحديد من جريده الدستور والصحفي المحترم اللي كاتب هذا الخبر واللي كاتب الاخبار خلال يومين ثلاثه اللي فاتوا يعني. بيقول لك ايه كمان؟ إكرامي وعاشور يرحبان بالاعتزال نهاية الموسم. والله بص أنا مش عايز أعلق بقى لأن خلاص يعني أنتوا عرفتوا الأهداف إيه من الأخبار دي، أنتوا عرفتوا، فالتعليق هيبقى مش هيضيف جديد على اللي موجود في أذهان حضراتكم، وإن أكيد حضراتكم متأكدين جدا جدا إن الأسلوب ما بيمشيش كده داخل النادي الأهلي، وإن مثلا هو معنى الخبر إن حد في النادي الأهلي عرض على إكرامي وعلى حسام عاشور ان هم يعتزلوا اخر موسم وهم رحبوا بالكلام من ده. الكلام ده غير صحيح اطلاقا من الاخر، يعني كلام ملوش اي اساس من الصحه، وكلام بشانه بيحاول الصحفي المحترم ان هو يعمل ازمات ومشاكل في صفوف الفريق وان هو يتكلم عن بعض اللاعبين وكلام من ده، يعني نوع من انواع البلبله اللي برضو بدورها بيحاول ان هو يجذب اكبر كم ممكن من القراء، ودي سياسه اعتقد ادمت شويه يعني، حاولوا تجددوا بالتحديد لهذا الصحفي الصديق العزيز. نروح للوطن. برضو من ضمن العناوين المثيره شويه، الاهلي يفتح ملف التجديد ده للكبار، ده طبيعي مش الكبار بس، انت عندك بعض اللاعبين عقودهم بتنتهي نهايه الموسم، فانت بتشوف انت محتاج مين ومش محتاج مين، فعلى الاساس ده انت بتحدد هتجدد لمين ومين ممكن ما تجددلوش يعني. وليد سليمان غاضب من دور، بص بقى بص الكلمه دوبلير قفشه، برضو حاجه من ضمن او كلمه من ضمن الكلمات المثيره شويه، عمر ما وليد سليمان هيبقى دوبلير لقفشه. وليد سليمان قيمه كبيره جدا ولاعيب مميز جدا وعارف دوره، ما بيغضبش ولا حاجه، الراجل عارف دوره في النادي الاهلي. اتفهم قوي ان اي لاعب ممكن لو ما بيلعبش اساسي او ما بيشاركش اصلا يزعل، لازم يكون عنده الحميه دي، ده طبيعي،
بس مش عشان لعيب تاني معين بيلعب او مش عشان انا بقيت دوبلير للاعب تاني. برضو اسلوب ملوش اي لازمه في الحقيقه. عناوين برضو مثيره. طبيعي النادي الاهلي على فكره، النادي الاهلي طبيعي لازم العناوين كلها تتكتب بالطريقه دي عشان الناس تقرا وتشوف يعني، لكن كلام غير منطقي. وليد سليمان من اللاعبين المميزين جدا، وحسب استراتيجيه كل مدير فني، مستر فايلر هو المدير الفني الحالي، هو اللي بيختار العناصر اللي تلعب في التشكيل الاساسي، العناصر اللي ممكن يكون ليها دور في الدور في الشوط الثاني. وبالمناسبه ممكن اللاعب اللي بيشارك في الشوط الثاني بيبقى اهم من اللاعب اللي بيشارك اساسي، لانه ممكن يغير نتيجه مباراه. فكلها حسب الافكار الخاصه بكل مدير فني. قال لك فايلر يعد سعد سمير ومحمد محمود بالفرصه، اكيد فرصتهم هتيجي يعني، واثنين لاعبين كبار جدا. سعد لاعب غايه في الروعه ولاعب مميز جدا في خط الدفاع، محمد محمود ايضا لاعب منتظر جدا من جمهور النادي الاهلي ان هو يشارك في المباريات بعد تعافيه من الاصابه، وبيشارك في التدريبات بشكل تدريجي. فده طبيعي ان هيكون ليهم فرصه في ظل سياسه ايضا مستر فايلر في اعطاء عدد كبير من الفرص لجميع اللاعبين. السويسري بالمناسبه سعد سمير ومحمد محمود مش محتاجين فرصه يعني، اللاعبين قدراتهم اصلا كبيره يعني. السويسري يدرس تثبيت اجايه في الهجوم ممكن من وجهه نظر الراجل، ده هنشوفه مع توالي المباريات. وعبد الحفيظ يحذر صالح جمعه عن الخروج عن النص مجددا، وده طبيعي، ونتمنى باذن الله ان صالح يكون مؤثر الفتره الجايه مع النادي الاهلي. دي كانت اخبار النادي الاهلي في الصحف، اخبار الاهلي في مواقع ايه؟ نشوف. الفجر الرياضي، مجلس الخطيب بيبحث نتائج جولة وفد الأهلي في مدريد. صدى البلد، الأهلي يقترب من استعادة 2 مليون يورو من إنجلترا. الموقع الرسمي للأهلي، الأهلي يختتم مرانه مساء اليوم استعدادا للإنتاج. بوابة الشروق، عبد الحفيظ يحذر الإنتاج الحربي يجيد اللعب مع الكبار. الوطن سبورت، فايلر يكشف ثغرات الإنتاج للاعبي الأهلي في نصف ساعة. وان ثري، فايلر يفاضل بين ديانج وسوليا لمواجهة الإنتاج الحربي. فيتو، الأشعة تحدد موعد عودة عمار حمدي للتدريبات الجماعية بالأهلي. مبتدأ، فايلر يحتوي صالح جمعة ويضع له خطة العودة. بوابة الأهرام، سيد عبد الحفيظ هدفنا لقب إفريقيا وليست هناك أزمة مع صالح جمعة. موقع الكابتن، الأهلي يسافر الخميس لأسوان ويتدرب عصر الجمعة. سوبر كورة، فايلر أول الداعمين من ناشئي الأهلي ويصعد هذا الثلاثي. طيب نبتدي بالفجر الرياضي، موقع الفجر الرياضي، ونتكلم على ان مجلس الكابتن محمود الخطيب يبحث نتائج جوله وفد الاهلي في مدريد. زي ما حضراتكم عارفين طبعا المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الاداره، وايضا الدكتور محمد سراج الدين عضو المجلس ايضا، كانوا سافروا لمدريد لحضور مؤتمر صناعه كره القدم، واكيد كان مؤتمر مهم جدا، والنادي الاهلي قدر ان هو يبرم فيه عدد من الاتفاقيات مع مختلف الانديه او بعض الانديه، وكان في استفاده كبيره جدا لوفد الاهلي في معرفه العديد والعديد من الامور اللي بتخص صناعه كره القدم. فبالتالي في تقرير هيتم تقديمه للكابتن محمود الخطيب، وده شيء طبيعي وبديهي جدا خلال الايام القليله المقبله. اعتقد ان هم رجعوا امبارح من مدريد. طبعا اثنين مهمين جدا في مجلس اداره النادي الاهلي، المجلس كله طبعا. نروح لصدى البلد، الاهلي يقترب من استعاده 2 مليون يورو من انجلترا. طبعا حضراتكم عارفين المشكله بتاعت رمضان صبحي لما راح ستوك سيتي من النادي الاهلي في 2016، وكان انتقل بمبلغ حوالي 5 مليون يورو. ستوك دفعت 3 مليون يورو، متبقي 2 مليون، فبالتالي كان في مشكله كده معينه، لكن المشكله في طريقها للحل ان شاء الله باذن الله، والنادي الاهلي يستعيد ال 2 مليون يورو اللي هم حقه في انتقال رمضان صبحي لستوك سيتي في 2016. نروح لبوابه الشروق، والكابتن سيد عبد الحفيظ تصريح ليه بيقول او بيحذر
ان الانتاج الحربي يجيد اللعب مع الكبار. احنا عارفين دايما مباريات الاهلي والانتاج الحربي او الانتاج الحربي مع اي نادي كبير يعني بتبقى مباريات صعبه جدا، وفريق في الحقيقه محترم، خصوصا في ظل تواجد الكابتن مختار على راس الاداره الفنيه الخاصه بهذا الفريق. فبالتالي هو مدرب كبير جدا، مدرب محترم، عنده قدرات فنيه رائعه في اداره المباريات، فمن هنا جايه صعوبه هذه المباراه في ظل كمان امتلاك فريق الانتاج الحربي لعدد مميز جدا من اللاعبين واصحاب الخبرات في الدوري المصري الممتاز خلال الفتره الكبيره الماضيه. طيب نروح لخبر اخر من الوطن سبورت، وكلام على ان مستر فايلر يكشف ثغرات الانتاج للاعبي الاهلي في نصف ساعه، قصدهم يعني على المحاضره. النهارده كان في محاضره او هيبقى فيه، مش كان فيه، هيبقى فيه محاضره بعد وصول الفريق لفندق الاقامه في مكان قريب من استاد السلام. بالليل هيبقى فيه محاضره، بعد عشان كده محاضره هتكون مهمه هيتكلم فيها مستر فايلر على بعض الامور الفنيه الخاصه بمباراه الغد، وده شيء ايضا معتاد عشان يبقى اللاعبين ملمين بشكل كامل بامكانيات الفريق اللي هيقابلوه، وابرز الثغرات اللي ممكن يتم استغلالها، وابرز النقاط القوه عند فريق الانتاج الحربي تحاول تتعامل معها بالشكل المميز. وزي ما بقول لحضراتكم دايما، مستر فايلر دي حقيقه بيدرس الفرق بشكل مميز جدا، بيبقى مهتم قوي. في بعض المدربين يقول لك ايه، ممكن اخد انطباعات عن الفريق اللي هلعبه قبل المباراه، لكن مش شرط ان انا ادرس قوي، انا هعتمد على امكانياتي انا وقدراتي وكلام من ده. لكن في بعض المدارس الاخرى يقول لك ايه، لا انا اتفرج على الفريق ده كويس، ادرسه بالشكل الكامل عشان اشوف انا هتعامل معاه ازاي، حتى لو انا امكانياتي كبيره جدا زي امكانيات النادي الاهلي. واضح ان دي ايضا من ضمن سياسات مستر رينيه فايلر. نروح ل 1-3 بتتكلم على ان فايلر يفاضل بين ديانج وسولاي، خلاص ديانج بره القايمه، فبالتالي سولاي هيكون موجود بجوار حمدي فتحي وده الاقرب. نروح لفيتو، الاشعه تحدد موعد عوده عمار حمدي للتدريبات الجماعيه، وزي ما قلت لحضراتكم امبارح عمار حمدي كان عنده بعض الالام في الظهر، فبالتالي عمل اشعه بجانب طبعا ان هو كان عنده نزل برد. في الحقيقه كلنا عندنا نزل برد اليومين دول، لكن في كل الاحوال الاشعه هتثبت المده اللي ممكن يغيب على اساسها عمار حمدي عن التدريبات، ان شاء الله مش هتكون مده كبيره يعني باذن الله. نروح لمبتدا، والكلام كالعاده على صالح جمعه بالتحديد خلال هذه الفتره، ان فايلر بيحتوي صالح ويضع له خطه العوده. وانا عايز اربط الخبر ده بالخبر اللي بعده كمان، لان الكابتن سيد عبد الحفيظ من بوابه الاهرام تطرق لموضوع صالح جمعه وقال ان مفيش اصلا هناك مفيش اي مشكله ما بين الاهلي وصالح جمعه، وموضوع خاص بان في لائحه، اللائحه بتطبق لما لعيب بيأثر او بيغيب عن التدريبات، ف بيطبق عليه اللائحه، وده اللي اتعمل مع صالح جمعه لما غاب عن التدريبات المستبعدين. كان في غرامه ماليه كبيره للاعب، وهي دي اللائحه اللي بتبقى على كل اللاعبين، وده كلام الكابتن سيد عبد الحفيظ. وقال كمان ان صالح جمعه جاهز للمشاركه في المباريات لو احتاجوا الجهاز الفني بقياده مستر فايلر. فاذا الموضوع مش عايزين نضخمه قوي، لاعب اخطا اتعاقب، لكن هو ايضا موجود في خطط المدير الفني ومتاح بالنسبه لمستر فايلر في حاله جاهزيته الفنيه والبدنيه، وده شيء مهم جدا. والموضوع يا جماعه بسيط، مش بتكلم على صالح بس، يعني الموضوع عباره عن ان اي لعيب هيخطا هيتعاقب بس، ما فيهاش يعني ليس الا ده بيبقى شيء طبيعي. نروح لموقع الكابتن، وبيقولوا ان الاهلي هيسافر الخميس لاسوان ويتدرب عصر الجمعه، وده فعلا اللي هيحصل. الفريق هيلعب طبعا مباراه بكره مع الانتاج، بعد كده ان شاء الله يسافر يوم الخميس الصبح بدري لاسوان، وهيكون عنده مران اساسي يوم الجمعه على ملعب المباراه في تمام الساعه 3 عصرا، لان ده نفس ميعاد مباراه الاهلي واسوان يوم السبت ان شاء الله باذن الله. فده قرار اكيد جيد ومهم علشان اللاعبين ياخدوا على الاجواء هناك، ممكن درجات الحراره طبعا في اسوان تبقى مرتفعه شويه عن هنا في القاهره، ارضيه الملعب عايزين يشوفوها يتمرنوا عليها ياخدوا عليها بشكل جيد عشان باذن الله ما يكونش في اي عقبات. فريق اسوان فريق قوي محترم، مش عايزين نتكلم عنه دلوقتي، احنا عايزين بس نعدي عقبه بكره مع الانتاج الحربي، وبعد كده نتفرج للحديث عن مباراه اسوان باذن الله. طيب دي كانت اخبار الاهلي في المواقع، لسه في اخبار محليه وعالميه كما هو المعتاد، نروح نشوفها. الجمهوريه،
البدري يقرر حضور مباراة الأهلي والإنتاج. موقع الكابتن مدرب منتخب مصر يحدد مهمة مساعديه في مراقبة اللاعبين. بوابة فيتو محمد صلاح خارج حسابات حسام البدري في معسكر أكتوبر. دوت مصر اتحاد الكرة يخاطب الأمن لتحديد أعداد الجماهير في ودية المنتخب. سوبر كورة راعي ملابس المنتخب يطلب حسم العقد حتى مونديال 2022. بوابة الأهرام الغندور لجنة الحكام تجهز معسكرات للمراقبين والمحاضرين. بوابة الوفد إبراهيم نور الدين يتفوق على جهاد جريشة في القائمة الدولية للحكام. الوطن سبورت اتحاد الكرة يتعهد بتنظيم عالمي لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما. اليوم السابع أحمد صلاح حسني يقدم حفل سحب قرعة كأس أمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو. الفجر الرياضي 30 أكتوبر المنتخب الأولمبي يرسل قائمته النهائية. بوابة الشروق اليوم انطلاق الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا. الريال في مهمة تجاوز الخسارة الأولى ومواجهة صعبة بين البايرن وتوتنهام. كورة رايولا يشعل فتيل أزمة بين دوناروما وميلان. يورو سبورت عربية شمايكل جماهير مانشستر يونايتد لا تحب بوجبا. موقع بطولات رونالدو يلمح لاقتراب اعتزاله. أحب كرة القدم ولكن أريد أن أصبح رجل أعمال. سبورت 360 كونتي يحرم برشلونة من التعاقد مع دي فريك. آس عربي كوستا يقترب من الرحيل عن أتلتيكو مدريد. قطر الوجهة المحتملة. طيب نبتدي من الجمهورية أونلاين واللي بتتكلم عن كابتن حسام البدري هيحضر مباراة الأهلي والإنتاج الحربي بكرة بإذن الله. طبعا كابتن حسام البدري المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول أكيد هيتابع المباريات عن قرب خلال الفترة اللي جاية. أول هذه المباريات اللي هيحضرها طبقا للخبر المكتوب مباراة الأهلي والإنتاج الحربي من ملعب السلام عشان يحاول يشوف اللاعبين واختياراته يقدر يحددها. وده شيء طبيعي وأكيد هيكون في استمرار لهذه المتابعة لكل المباريات خلال الفترة اللي جاية عشان يقدر بإذن الله تعالى الكابتن حسام البدري يكون منتخب قوي. يكون ان احنا المنتخب اللي كان عندنا منتخب للاسف سيء ما حققش طموحات المصريين، لكن في بعض العناصر ممكن ان انت تختارها من القائمه السابقه لمنتخب مصر بالتحديد في بطوله الامم الافريقيه، وده اللي حصل بعد اعلان كابتن حسام بدري للاعبين المحترفين اللي تم استدعائهم خمسه: احمد حسن كوكا، صلاح، تريزيجيه، النني، واحمد حجازي، بالاضافه لبعض العناصر الجديده الوجوه الجديده اللي ممكن نشوفها مع كابتن حسام بدري خلال الفتره القادمه. نتمنى له يا رب كل التوفيق هو وجهازه المعاون. بالتالي بما اننا هنتكلم عن جهازه المعاون نروح لموقع الكابتن. موقع الكابتن بيقول ان مدرب منتخب مصر يحدد مهمه مساعديه في مراقبه اللاعبين وهو هيوزع مساعديه. كابتن حسام بدري عندك مثلا كابتن احمد ايوب، كابتن طارق مصطفى، الكابتن طبعا سيد معوض عينه حلوه قوي بالمناسبه كابتن سيد معوض، فدول اكيد هيتابعوا المباريات في مختلف الملاعب لان في بعض المباريات هتتلعب ممكن يكون في توقيتات واحده في يوم واحد في ملاعب بعيده عن بعض، فهيتم توزيع طبعا الجهاز الفني زي ما احنا متعودين يعني ان هم يتابعوا كل المباريات عن قرب، وده شيء هيكون مهم وضروري طبعا. وبالمناسبه هو كمان كابتن حسام بدري تطرق في اجتماعه مع كابتن شوقي غريب. كان في اجتماع ما بين كابتن حسام بدري المدير الفني منتخب مصر الاول والكابتن شوقي غريب المدير الفني المنتخب الاولمبي. هم اتفقوا طبقا للي عرفناه يعني
ان مش هيتم استدعاء في معسكر اكتوبر لاعبي المنتخب الاولمبي او بعض اللاعبين ممكن يختارهم الكابتن حسام بدري للمنتخب الاول. ليه؟ لان هيكون في معسكر المنتخب الاولمبي في التوقيت ده. احنا عارفين المنتخب الاولمبي بيستعد لبطوله الامم الافريقيه تحت 23 سنه في شهر 11 باذن الله، فالمعسكر الاخير هيكون في شهر اكتوبر. فالكابتن شوقي غريب محتاج كل اللاعبين اللي هو بيختارهم من عناصر المنتخب الاولمبي ان هم يكونوا موجودين معاه، عشان خلاص مرحله الجد داخلين عليها، واحنا عارفين مدى اهميه هذه البطوله في تاهل باذن الله منتخب مصر لاولمبياد طوكيو 2020. عارفين البطوله دي فيها 8 منتخبات، اول ثلاثه منهم هيتاهلوا مباشره لاولمبياد طوكيو 2020. من ضمن اللاعبين يعني المرشحين او اللي فيه كلام عليهم ما بين المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي ومفاوضات عليهم، ولكن تم الاتفاق زي ما قلت لحضراتكم بشكل نهائي ان كلهم هيبقوا موجودين مع المنتخب الاولمبي، اللي هم مين يعني؟ مصطفى محمد، امام عاشور، احمد فتوح، محمد صادق، طاهر محمد طاهر، وكريم ندفد، محمد محمود، صلاح محسن، ورمضان صبحي. دي الاسماء اللي كان ممكن الكابتن حسام بدري يختار بعضهم، لكن خلاص تم الاستقرار انهم هيكونوا مع المنتخب الاولمبي، وده شيء طبيعي ايضا في ظل اهميه المرحله بالنسبه للمنتخب الاولمبي. نروح لبوابه فيتو، واللي بيقولوا ان محمد صلاح هيكون خارج حسابات حسام البدري في معسكر اكتوبر. يعني هو مش خارج الحسابات بشكل كامل، هو محمد صلاح من المفترض ان هو هيجي مصر وهيكون متواجد في هذا المعسكر او المعسكر الجهاز الفني الجديد، لكن مش شرط ان هو يشارك في وديه بوتسوانا اللي لحد دلوقتي هتبقى يوم 14 او 15، الاقرب هتكون يوم 14 اكتوبر. فممكن كابتن حسام بدري يجرب بعض العناصر في مركز محمد صلاح بالتحديد، لان تقريبا احنا في مصر ما عندناش بدايل كتيره لمحمد صلاح، فده هيبقى شيء مهم للكابتن حسام البدري. فمحمد صلاح اكيد في الحسابات، لكن مش شرط ان هو يشارك في المباراه الوديه لمنتخب مصر. نروح للوطن سبورت، موقع الوطن سبورت، واللي بيقولوا ان اتحاد الكره يتعهد بتنظيم عالمي لبطوله امم افريقيا تحت 23 عام، واحنا عارفين زي ما اتكلمنا مع حضراتكم من لحظات ان البطوله هتكون في شهر 11 من يوم 8 ليوم 22 باذن الله. فبالتالي اللجنه الخماسيه بتتعهد بتنظيم رائع لهذه البطوله على غرار تنظيم بطوله الامم الافريقيه. ما كانوش هم الموجودين، لكن هيحاولوا وباذن الله يوفقوا في هذه المحاوله ان هم يعملوا بطوله من الجانب التنظيمي تكون رائعه باذن الله تعالى. والاهم كمان بالنسبه لنا ان من الجانب الفني يكون المنتخب المصري في الموعد ويحقق المطلوب باذن الله بالنسبه لكل المصريين. احنا عارفين امبارح كان طلع اخبار كده ان تم تعيين حسام الزناتي اللي هو رئيس لجنه المسابقات باتحاد المصري لكره القدم كمدير لهذه البطوله، بعد ما كان مساعد للكابتن محمد فضل في اداره بطوله الامم الافريقيه 2019 في مصر. فنتمنى لهم يا رب كل التوفيق. في نفس السياق، من اليوم السابع احمد صلاح حسني يقدم حفل سحب قرعه كأس أمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو. عارفين طبعا كابتن أحمد صلاح حسني أو الفنان أحمد صلاح حسني دلوقتي كان لعيب كبير جدا في النادي الأهلي، غني عن التعريف طبعا، لكن تم الاستقرار عن أنه هو اللي يقدم حفل سحب قرعة كأس أمم أفريقيا. بالمناسبة الحفلة هتكون بكرة في قصر الحراملك في حي المنتزه، مكان مميز وجيد، وهيتم سحب القرعه ان شاء الله باذن الله. الثمان منتخبات الموجودين مصر، الكاميرون، غانا، كوت ديفوار، مالي، جنوب افريقيا، ونيجيريا وزامبيا. هتبقى منافسه قويه، هم عباره عن ثمان فرق هيقسموا المجموعتين، مجموعه اولى هتبقى راسها طبعا منتخب مصر، والمجموعه الثانيه حسب القرعه بقى هنشوف الدنيا هتستقر على ايه. لكن في الاخر يعني في المجمل كابتن احمد صلاح حسني هو اللي هيقدم حفل سحب القرعه. طبعا هو فنان كبير دلوقتي زي ما كلنا عارفين ومتالق بصراحه يعني. نروح للفجر الرياضي، 30 اكتوبر المنتخب الاولمبي يرسل قائمته النهائية، وده آخر ميعاد لإرسال القائمة النهائية اللي هتشارك بيها في بطولة الأمم الأفريقية في شهر 11. فبالتالي إن شاء الله الكابتن شوقي غريب من خلال معسكر أكتوبر بالتحديد يقدر يستقر على القائمة الأمثل لتمثيل مصر إن شاء الله بالتحديد في هذه الفئة العمرية، وإن شاء الله يكونوا موفقين إن هم يفوزوا بالبطولة ويوصلوا طبعا إن شاء الله بإذن الله لأولمبياد طوكيو 2020. ده هيكون شيء مهم قوي، خصوصا إن احنا بنمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين جدا في المنتخب الأولمبي، وكلهم أو معظمهم بيشارك في الدوري الممتاز بشكل اساسي سواء مع الاهلي او مع الزمالك او مع الاسماعيلي بعض الاجزاء او مقاولين مثلا طاهر محمد طاهر. في عدد من اللاعبين عناصر اساسيه
مع فرقهم في الدوري، فده شيء هيكون مهم قوي بصراحه للكابتن شوقي غريب، وان شاء الله يستقر على المجموعه الامثل. نتكلم شويه على بعض الاخبار العالميه، نتكلم نروح لبوابه الشروق. طول النهارده انطلاق الجوله الثانيه من مجموعات دوري ابطال اوروبا، الريال في مهمه تجاوز الخساره الاولى ومواجهه صعبه بين البايرن وتوتنهام. هي ابرز مواجهه النهارده بصراحه مباراه بايرن وتوتنهام، دي اهم مباراه واقوى مباراه الناس ممكن تتابعها بشكل كبير، فيما عدا ذلك المباريات كلها هتبقى مباريات مش تشد قوي بصراحه، لكن دايما الشامبيونز ليج تبقى مباراته قويه لكن في المراحل اللي بتبقى متقدمه عن هذه المرحله يعني. فبالتالي مباريات اليوم من دوري الابطال في الجوله الثانيه بالتحديد، ريال مدريد الساعه 7 الا 5، بص الدقه 7 الا 5، يعني احنا ممكن طب يا عم ما تخليها 7 خلاص فرقت على 5 دقايق، الناس اللي هناك بيبقوا مرتبين بشكل كبير قوي بصراحه يعني، هي غريبه. لكن 7 الا 5 مباراه ريال مدريد وكلوب بروج البلجيكي، مباراه مهمه لريال مدريد بعد خساره بنتيجه كبيره من باريس سان جيرمان في المباراه الاولى. من ضمن ايضا المباريات في نفس التوقيت، اتلانتا من ايطاليا هيواجه شختر دونيتسك من اوكرانيا، مباراه ايضا هتكون قويه بس مش هيبقى ليها متابعه كبيره برضو، لكن في ناس بتحب تتابع طبعا المباريات بشكل عام يعني. في من ضمن المباريات الساعه 9 ان شاء الله، النجم الاحمر من صربيا هيقابل اولمبياكوس اليوناني، ويوفنتوس الايطالي هيقابل بايرن ليفركوزن الالماني، ومانشستر سيتي هيقابل دينامو زغرب من كرواتيا، وتوتنهام وبايرن دي من اهم المباريات على ملعب توتنهام، ولوكوموتيف موسكو من روسيا هيقابل اتلتيكو مدريد الاسباني، وجالاتا سراي من تركيا طبعا هيقابل باريس سان جيرمان من فرنسا زي ما احنا عارفين. فبالتالي كلها مباريات النهارده، لسه بكره طبعا هيكون في مباريات اخرى في الشامبيونز ليج، اهمهم طبعا مباراه ليفربول. طيب نروح نكمل اخبارنا، نروح لموقع كوره. موقع كوره بيقول ايه؟ بيقول ان رايولا يشعل فتيل ازمه او ازمه بين دوناروما وميلان. المشكله في ايه؟ ان دوناروما طبعا احنا عارفين ميلان بينهار كده كده، ميلان واقعين خالص الفتره دي، خسروا 4 ماتشات من 6 ماتشات في الدوري الايطالي، واخر ماتش خسروه من فلورنتينا 3-1، وحاجه صعبه جدا للاسف الواحد حزين على ميلان. لكن من ضمن اللاعبين المميزين في ميلان هو حارس المرمى، رغم ان هو ما اداش المستويات المتوقعه حتى الان ليه وهو طالع يعني حارس صغير في السن دوناروما. فمن ضمن الازمات ان دوناروما المفروض على وشك تجديد عقده، لكن رايولا اللي هو الوكيل المعروف طبعا لمعظم اللاعبين او اهم اللاعبين على مستوى العالم، اتكلم واجتمع مع المسؤولين في ميلان واتكلم على ان هو محدد راتب معين لدوناروما، ولو مش كده هيشوف عقد تاني، واحنا عارفين ان باريس سان جيرمان كانت مهتمه جدا بدوناروما قبل التعاقد مع كيلور نافاز من ريال مدريد. فعموما هنشوف الموضوع هيستقر على ايه في النهايه بالنسبه لدوناروما وميلان الايطالي، بنتمنى له التحسن لان فريق عريق جدا. يورو سبورت عربيه، تصريح لبيتر شمايكل الحارس الكبير، واحنا عارفين ابنه كبير شمايكل نجم ليستر سيتي وحارس ليستر سيتي، امبارح ليه تصريح بعد مباراه مانشستر يونايتد وارسنال، المباراه اللي انتهت بالتعادل الايجابي 1-1، كانت مباراه قويه جدا في الحقيقه. وبيقول ان جماهير مانشستر يونايتد لا تحب بوجبا، هو بيتكلم كده ليه؟ لان بيقول ان بوجبا بيأدي مستويات سيئه جدا مع مانشستر يونايتد منذ بدايه الموسم، وان الجماهير خلاص يعني زهقت من بوجبا، رغم طبعا ان هو لاعب كبير لكن مش بيأدي المطلوب منه في الملعب، مش مستمتعين بادائه، مش بيساهم في انتصارات مانشستر يونايتد بشكل او باخر. فهو بيقول ان بوجبا من ضمن العناصر او من ضمن الاسباب التعادل بالامس واسباب النتائج الغير مستقره بالنسبه لمانشستر يونايتد خلال الفتره الماضيه، وقال ان خلاص الجماهير ما بتحبش بوجبا دلوقتي وممكن يمشي في اي وقت. واحنا عارفين مانشستر يونايتد تمسكت ببوجبا بشكل كبير جدا، رغم ان كان في عرض ضخم من ريال مدريد مع بدايه الموسم، لكن واضح كده ان بوجبا هيرحل عن مانشستر يونايتد ممكن في شهر يناير او على اقصى تقدير مع بدايه الموسم الجديد. نروح لبطولات، وده خبر بصراحه يعني حزين شويه، حزين لعشاق الكوره كلهم يعني. هو لسه الخبر مش اكيد خلاص ان هو هيعتزل، لكن فيما يتعلق برونالدو ان هو بيلمح لاقتراب اعتزاله، وقال ان هو بيحب كره القدم وان هو عايز يبقى رجل اعمال كبير. فمن ضمن الكلام اللي قاله ان هو مش عارف السنتين الجايين ايه اللي هيحصل فيهم، هو متمسك ان هو يكمل في الكوره، لكن هو المح
لاعتزاله الكرة خلال الفترة القادمة، بالتحديد واضح كده انه ممكن يكون بخلاف السنة دي سنة كمان او سنتين بالكتير قوي لرونالدو، واضح من تصريحاته يعني، ويعتزل كرة القدم ويتجه لاتجاه رجال الأعمال، وده شيء هيكون مهم قوي يعني بالنسبه لعشاق الكره العالميه اللي بيحبوا رونالدو، وانا منهم في الحقيقه، وهو اسطوره كبيره من ضمن الاساطير الكبيره في تاريخ كره القدم بجانب ميسي وعدد كبير جدا من النجوم يعني مارادونا وبيلي، يعني نقول اسماء كثيره زين الدين زيدان يعني، لكن نتمنى له كل التوفيق باذن الله، وهي دي سنه الحياه بشكل عام. طيب نروح لخبر اخر واخير من ضمن الاخبار العالميه من اس عربي، بتقول ان كوستا يقترب من الرحيل عن اتلتيكو مدريد، وان الوجهه الاقرب لدييجو كوستا هتكون قطر. كوستا يعني مستوى مش زي زمان في الحقيقه دلوقتي، بعد فتره يتوقف فيها وكلام من ده واصابات والحاجات دي يعني عطلت كوستا شويه، وبعد ما رجع من تشيلسي والخلافات اللي كانت موجوده ليه مع تشيلسي انجليزي، فكوستا مش هو النجم بتاع زمان، فأتلتيكو مدريد مش بيعرضوا قوي فكرة رحيل دييجو كوستا خلال الفترة اللي جاية، وبيقول أو يقال هناك يعني في بعض التقارير الإسبانية أن كوستا ممكن يروح للدوري القطري. لعيب كان كبير جدا كوستا في الحقيقة، وحتى الآن لعيب مميز لكن مش في أفضل مستوياته. طيب هروح لفاصل، بعد الفاصل هنرجع لخبر هيكون غاية في الأهمية، وهنتكلم فيه في بعض التفاصيل المهمة جدا بتهم الجماهير بشكل عام. استنونا بعد فاصل. قبل الفاصل اتكلمت مع حضراتكم وقلت لحضراتكم ان في خبر مهم جدا عايزين نتكلم فيه ونقوله على كل مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان، وفي الحقيقة هو خبر غاية في الاهمية ولازم نتكلم عنه، فركزوا معايا في الخبر ده لان هو خبر طويل وهنقراه بشكل مفصل جدا، فمحتاج تركيز بس من حضراتكم. الخبر ايه هو؟ الأهلي يطالب مؤسسات الدولة بحسم موقفها من تجاوزات رئيس الزمالك، ويسأل ما هي الطرق البديلة للقانون للحفاظ على حقوقنا. ده تساؤل مهم جدا، واحنا عارفين ان دايما النادي الأهلي بياخد الاتجاهات القانونية الطبيعية المعروفة علشان يحفظ حقوقه يعني. فالخبر بيقول ان اعلن النادي الاهلي رفضه القاطع للتجاوزات غير الاخلاقيه لرئيس نادي الزمالك من خلال مداخلات تلفزيونيه مليئه بالاكاذيب والخوض في الاعراض وخدش سمعه العائلات وكيل السباب والشتائم باسلوب يحض على الفتنه بين الجماهير، ونظرا لخطوره ما يرتكبه رئيس الزمالك في حق النادي الاهلي ومجلس ادارته وجماهيره على العلاقه بين جماهير الانديه الشعبيه، قرر النادي تصعيد الموقف لكافه الجهات المعنيه في الدوله للاطلاع كل بمسؤولياته في هذه الظروف الحرجه، لا سيما ان الاهلي او ان النادي ترفع كثيرا في الرد على تجاوزات رئيس الزمالك رغبة منه في التعاون مع مؤسسات الدولة وحرصا على المصلحة العليا للبلاد، لكن في الأعوام الأخيرة فقط تجاوزات رئيس الزمالك كل الحدود، وفي نفس الوقت لا يزال مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن رئيس الزمالك ليمثل أمام جهات التحقيق وتتم محاسبته بالقانون حتى هذه اللحظة، وهو الذي من المفترض أن يكون مجلس النواب هو المدافع الأول عن حقوق كل الشعب وليس عن عضو البرلمان فقط، كما أن مجلس النواب هو الأصل في التشريع وهو أيضا الأكثر حرصا على تنفيذ آليات القانون. وإذا كل هذا أرسل النادي الأهلي العديد من المكاتبات الرسمية يلفت ويحذر من الفتنة القادمة لا محالة في الشارع المصري بسبب تجاوزات رئيس الزمالك، والذي لا يجد من يحاسبه عن
كل تجاوزاته التي تتنافى مع أخلاقيات المصريين وتقاليدهم. فقد أرسل النادي خطابا إلى اللواء مصطفى الشريف رئيس ديوان رئيس الجمهورية لرفع الأمر ولفت النظر لخطورة الموقف الحالي، لا سيما وأن الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره فاض بهما الكيل من تصرفات رئيس الزمالك. كما أرسل النادي خطابا إلى معالي رئيس الوزراء يؤكد فيه أنه لجأ إلى كافة الجهات المعنية داخل البلاد. وتساءل النادي الأهلي في خطابه هل هناك طرق مشروعة أخرى بخلاف الطرق القانونية في ظل حالة الصمت غير المبرر تجاه تجاوزات المذكور. كما أرسل النادي الأهلي خطابا إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب يطالبه بأن يمثل رئيس الزمالك أمام القانون في دولة القانون أسوة بكل المصريين، وأنه على مجلس النواب أن ينحاز لكل أفراد الشعب المصري وليس لعضو البرلمان فقط الذي يستثمر الحصانة في الهروب بتجاوزاته وإساءاته للآخرين. كما أرسل النادي الأهلي خطابا إلى معالي اللواء محمود توفيق وزير الداخلية للفت الانتباه بأن رئيس الزمالك يلعب بالنار في وقت تحتاج فيه البلاد للتكاتف وليس التنافر، وأن ما يرتكبه رئيس الزمالك من تصرفات غير أخلاقية عبر شاشات القنوات الفضائية إساءة لكل الأسر المصرية وأنه فاق كل الحدود ولا يمكن السكوت عنه وينذر بفتنة في الشارع المصري. وأرسل النادي الأهلي خطابا إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بصفته الوزارية والمسؤول الأول عن الرياضة المصرية بأن يكون هناك رد قاطع إما بمحاسبة رئيس الزمالك بالقانون أو إفادة النادي الأهلي بالطرق الشرعية البديلة للحفاظ على حقوق مجلس إدارته وجماهيره. كما تقدم النادي الأهلي ببلاغ للمعالي المستشار النائب العام مدعوما بالمستندات وبكل تجاوزات رئيس الزمالك غير الأخلاقية ويطالب فيها بسرعة التحقيق وتطبيق العدالة. وأرسل النادي خطابا إلى المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية وطالبه النادي بالرد على عدم بته في الشكاوي السابقة في حق رئيس الزمالك وتطبيق مبدأ أو مبادئ الميثاق الأولمبي للحفاظ على الأسرة الرياضية بعد خروقات رئيس الزمالك للعلاقة بين جماهير الأندية المصرية. وأرسل النادي الأهلي خطابا إلى عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة وطلبه فيه بتنفيذ وعوده التي أعلنها على الملأ عند توليه المسؤولية بأنه سوف يتخذ إجراءات رادعة تجاه أي متجاوز من إدارات الأندية، وهو ما لم يحدث حتى الآن، خاصة وأن النادي الأهلي أرسل شكوى مماثلة لاتحاد الكرة في يناير الماضي وأخرى عقب مباراة السوبر المحلي بسبب تجاوزات المذكور في حق مجلس إدارة الأهلي في المقصورة الرأسية عقب المباراة. لكن اللجنة المؤقتة للاتحاد لم تنظر هذا الأمر لأسباب هي تعلمها. كما أرسل النادي الأهلي خطابا إلى الهيئة الوطنية للإعلام وآخر للجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي ومرفق معه تجاوزات رئيس الزمالك على سيديهات، وطالب النادي الأهلي كافة الجهات المعنية الاطلاع بمسؤولياتها والتصدي لهذا المتجاوز بالقانون وألا تقف الحصانة البرلمانية حامية للتجاوزات والخروج عن الآداب العامة والإساءة لكل الأسر المصرية. كلام مهم جدا وخبر غاية في الأهمية وخطابات متعددة لجهات كثيرة في مصر بسبب هذه التجاوزات واللي ما فيش ليها أي مبرر إطلاقا غير لإثارة الجماهير المصرية في وقت حرج كلنا محتاجين في عودة الجماهير وعودة الرياضة المصرية بالشكل الطبيعي والمعتاد وأن الحياة تكون في الملاعب بالشكل المنتظر بالنسبة للشعب المصري ككل، لكن بهذه الطريقة أكيد الموضوع هيكون صعب في ظل عدم تحمل المسؤولية من بعض المسؤولين اللي المفروض أن هم يتحملوا المسؤولية بالشكل المطلوب في إطار مساعدة ومساندة الدولة اللي بتحاول بمنتهى الجدية عودة الجماهير للملاعب وإن الأمور في الشارع الرياضي المصري تكون بالشكل اللائق بأسماء الأندية الكبيرة وبالرياضة المصرية والكرة المصرية بالتحديد بالشكل كامل. ف
فبالتالي خبر وخطوات مهمة جدا جدا من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي، وحنترقب الأيام القليلة المقبلة بإذن الله تعالى. نروح لفاصل، بعد الفاصل هينورني ويشرفني في الاستوديو ضيفنا العزيز الاستاذ عمرو حسن الناقد الرياضي بجريده الفجر، وهنستفيد في الحديث وبعض الامور. استنونا بعد الفاصل. استاذ عمرو الجرزاوي الناقد الرياضي الكبير بجريده الفجر ضيفنا العزيز في حلقه اليوم. يا استاذ عمرو اهلا بيك. حبيب امير، عامل ايه؟ دايما منور. ربنا يخليك يا رب. الناس عاد دايما بتواجدك معانا. ربنا يخليك يا امير. عندنا كلام كتير جدا وملفات عديده، بس عايز ابتدي معاك بالخبر اللي انا قريته قبل الفاصل، وهو خاص بالنادي الاهلي يطالب مؤسسات الدوله بحسم موقفها من تجاوزات رئيس الزمالك، وبيسال سؤال: ما هي الطرق البديله للقانون للحفاظ على حقوقنا؟ رأيك إيه في الخبر ده؟ حاجة محترمة كالعادة. خبر أنا شايفه بيحفظ حقوق النادي الأهلي بشكل يليق باسم النادي الأهلي. كويس. كل يوم تجاوزات في حق النادي الأهلي، مسؤولين النادي الأهلي. أنا ما شفتش رد رسمي طالع من النادي الأهلي بيرد على أي تجاوز حصل في الفترة اللي فاتت دي كلها. فأنا أظن أن ده رد محترم جدا، أنه يتم توجيه السؤال للمؤسسة الدولة، وكلنا ثقة أن مؤسسات الدولة هتبقى واقفة مع أن ما يكونش فيه تجاوزات، خاصة في المرحلة اللي احنا فيها دي بتاعت ان الكرة عايزين ترجع تاني بجمهور، وما يكونش فيه مشحنات وما يكونش. فأنا أظن أن ده رد محترم جدا من نادي بحجم النادي الاهلي. يعني هو الاهلي مؤسسه وطنيه ودايما بيسلك الطرق القانونيه وبيشوف ايه الحل في ازمه زي دي، خصوصا يا عمرو ان الازمه دي بتؤثر بشكل او باخر على العلاقات ما بين الجماهير. طبعا كل جمهور بيبقى متحمس لفريقه، ولكن لازم يكون في اطار للاحترام والاخلاق ما بين الجماهير الانديه وما بين الانديه ومسؤوليها بالتحديد. لكن بالطريقه دي واضح كده ان احنا داخلين في نفق مظلم جدا جدا، وبنقطع الطريق على عودة الجماهير والحياة الطبيعية للرياضة المصرية. بص، أنا عندي ثقة كاملة في مؤسسات الدولة إن هم يكون في رد، أو يكون في حاجة رد محترم على الخبر اللي طلعه النادي الأهلي، وإن يكون في حفظ حقوق للنادي الأهلي. بس أنا هختلف معاك في حتة إن ده يأثر على الجمهور. أنا بشوف علاقة اللاعبين سواء الاهلي او الزمالك او بيراميدز اسماعيلي اتحاد مصري، اللعيبه علاقتها كويسه جدا 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 ببعض. فعلا فاحتزوا بالحزو السيء، لا، في ايجابيات كتير جدا. اللعيبه علاقتها كويسه جدا ببعض، وعليهم دور في الفتره دي كبير جدا لتهدئه الامور ما بين الجماهير، وده دور انا شايفه ان اللعيبه بتقوم بيه الى حد كبير ما بينهم وبين بعض. ما فيش مشاكل بشكل كبير ما بينهم، ما بيكونش في اثاره بلبله ما بين اللعيبه وما بين بعضها بتثير الجمهور، فبالتالي يحصل ازمه. فانا اظن لا، ان اللعيبه والمنظومه بتاعه اللعيبه سواء في كل الانديه ليها دور كبير يرجع من اول وجديد تاني. وانا شايف خطوات ايجابيه جدا من الدوله ان يكون الجماهير في المدرجات، بس ما فيش اللي بيساعد اللعيب كمسؤولين. هو انت بتتكلم بقى ان نحاول ناخد الشق الايجابي نلعب عليه، بحس ان يكون ده المثال الافضل للجماهير اللي يحتزوا بيه العلاقه ما بين اللاعبين. هي دي مشكلتنا في الفتره الاخيره، ان احنا دايما بنبص للسلبيات ما بنبصش للايجابيات. عندنا ايجابيات كتير نقدر نستغلها كويس بعلاقات اللعيبه. انا شايف ان دي اكبر ايجابيه نقدر نقف عليها ونستغلها في ان الجمهور تاني يرجع من اول وجديد. حلو. مش شرط ان يكون في حد ايا كان هو مين بقى، سواء بقى مسؤول الزمالك او غيره، هو اللي بيكون طالع يعني بيكون بشكل مش كويس، فبالتالي نأثر على الايجابيات اللي موجوده. لا، اللعيبه انا شايف عليها دور كبير جدا، وانا شايف ان اللعيبه برضو بتقوم بالدور ده بشكل كويس جدا. كويس. اللعيبه نفسها ان الجمهور يرجع، ما فيش لعيب لو سالت ما بيتمناش كده. لو سالت اي لعيب بيلعب كوره لا يقول لك لا انا عايز الجمهور يرجع. أكيد. فبالتالي اللعيبه هي اكتر شخصيات حاسه بالوضع بعيد عن المسؤولين. المسؤولين طبعا بيتمنوا طبعا ان الجماهير ترجع بكل تاكيد، بس اللعيبه اكتر حد جوه المنظومه دي عايز الجماهير ترجع. فانا اظن ان اللعيبه هي اللي عليها العامل الاكبر، ونبص للعامل الايجابي بتاع اللعيبه، العلاقه القويه اللي ما بينهم والعلاقه المحترمه اللي ما بينهم. شفنا
الناس حاولت قبل كده تقول اصل المنتخب اهلي وزمالك وبنشوف اللعيبه في النهايه اصدقاء فعلا. يعني انا اظن جنش من اقرب الناس للعيبه كتيره جدا جوه النادي الاهلي فعلا. فعلا. محمود كهربا من اقرب الناس لعيبه كتيره جدا جوه الاهلي، طارق حامد من اقرب الناس، ففي علاقات كويسه جدا، عبد الله السعيد نفس الكلام، باهر المحمدي نفس الكلام بالزبط. ففي لعيبه كتير جدا نقدر نستغل الوضع ده بان هم اللي يكونوا العامل الايجابي في الحته اللي احنا بنتكلم فيها بتاعت ان عوده الجمهور. وانا شايف ان موضوع ان احنا نبص للسلبيات بس ونركز على السلبيات بس ده موضوع بصراحه ما بقاش كويس للكره المصريه، ما بقاش كويس للرياضه المصريه. كفايانا بقى، يعني احنا عايزين المرحله اللي جايه، انا مستبشر خير بالفتره اللي جايه، شايفين شكل كويس لحد دلوقتي. دوري اعلن بمواعيده لحد الدور الاول، يا عالم ايه اللي هيحصل، بس الناس بتاكد كل يوم. عايزين نشوف اللي احنا شايفينه الشكل ده. طبعا الحقيقه طبعا بصراحه كل يعني الجماهير المصريه بشكل عام، مش جمهور النادي الاهلي يعني، عشان حد بكل تاكيد المباريات ملهاش حس خالص من غير الجمهور بالظبط يعني. طبعا في مباريات ممله حضر يعني، الواحد شاف كم الفتره الاخيره كده المباريات بتاعت افريقيا دي مديه روح روح كبيره جدا وهم عامل اساسي، وطبعا عليهم دور كبير. طبعا أكيد. يعني برضو عشان ما نغفلش دور الجمهور، عليهم دور كبير جدا طبعا. في ان هم ما يسيروش اكتر واكتر حاله الاحتقان اللي موجوده في الفتره الاخيره دي ما بين الانديه. اذا هي كانت خطوات مهمه من النادي الاهلي للقضاء على بعض السلبيات القليله اللي موجوده، برغم طبعا من توافر وتواجد عدد كبير جدا من الايجابيات، لكن هي خطوات مهمه وتساؤلات مهمه جدا من النادي الاهلي من خلال هذا الخبر. وتساؤلات مشروعه. مشروعه. تساؤلات مشروعه جدا طبعا. كويس. ان التجاوزات بقى لها فتره كبيره جدا بتحصل، وزي ما قلت لك وهعيد تاني، انا ما شفتش رد رسمي، بتكلم رسمي، رد رسمي من النادي الاهلي على موضوع التجاوزات ده غير بالشكل القانوني وبالشكل المحترم بالزبط. اللي بيمشي بيه النادي الاهلي. فانا ما شفتش حاجه ردود بقى وتراشق والكلام ده، ما شفتش، وما اظنش ان هو ده اسلوب النادي الاهلي. مش اسلوب الاهلي، لا طبعا مش اسلوب الاهلي خالص. طيب بخلاف هذه الجزئيه، وهي في الحقيقه كانت جزئيه هامه جدا وعلقنا عليها، لكن عايزين نروح نتكلم على الكوره شويه بقى، وده المفروض دورنا عامه كاعلام رياضي بشكل عام، ان احنا بنتكلم في الكوره في الرياضه في الاخبار بعيد عن الازمات، لكن بعض الاوقات بيبقى في امور لازم ان انت تناقشها يعني. فبالتالي عايز ابتدي معاك بالنادي الاهلي ومشواره حتى الان مع مستر فايلر، وانا دايما بحاول اسال ضيوفي على تقييمهم للمدير الفني حتى لو عدد المباريات قليل وممكن ما يكونش التقييم كامل في نفس الوقت، لكن انت بتشوف الاربع مباريات دول ازاي بالنسبه لمستر فايلر قبل مباراه الغد الهامه جدا مع الانتاج؟ رقميا هو ناجح بنسبه 100%. كويس. رقميا ناجح بنسبه 100%. حكم نهائي على فايلر اعتقد انه صعب جدا دلوقتي. النادي الاهلي تهاجم هجوم شرس بسبب ان فايلر هو اللي يتولى مسؤوليه الفريق بعد ما خرج شويه تفاصيل ان النادي الاهلي بيجيب مدرب عالمي والحاجات دي كلها، وفي الاخر فايلر هو تم الاختيار انه يكون هو اللي موجود يعني على راس الاداره الفنيه للنادي الاهلي. زي ما بقول لك رقميا هو ناجح بنسبه 100%، لكن مع الوقت بقى وضغط المباريات وافريقيا برده مختلفه شويه عن الدوري المصري طبعا. والاجواء هو لسه جديده عليه اساسا بالكامل سواء افريقيا ولا الدوري المصري وده واضح في 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 جميع تشكيلاته لحد دلوقتي، ما فيش تشكيل ثابت هو بيلعب بيه وما فيش قائمه ثابته هو بيلعب بيها، قائمه 23 لعيب بيعمل روتيشن، وانا اظن ان الروتيشن ده غصب عنه مش بمزاجه، هو بيعمل روتيشن عشان عايز يبص على اللعيبه كلها بشكل بيقيم كويس. طبعا لازم يقيم وحقه برضه مشروع طبعا حقه يعني مشروع التقييم اللي هو بس هيجي وقت انه لازم يثبت طبعا يعني مش هيفضل ما انا ما اظنش ان مع طول الدوري ومع مباريات افريقيا اللي هتيجي انه يفضل يعمل الروتيشن الكتير ده بس ممكن البعض يقول لك ما هو مع توالي المباريات في مختلف البطولات مثلا هيبقى محتاج انه يريح لعيبه فبالتالي هيعمل روتيشن برده مثلا يبقى واحد اثنين يعني في اضيق الحدود يعني. طبعا يعني وهو اكيد عارف ده طبعا يعني مش انا اللي هقول كمان، هو اكيد الجهاز على اعلى مستوى أكيد. فاكيد هو عارف النقطه دي بالذات انه لازم يشتغل على هو اكيد بيشتغل على ال 30 لعيب اللي موجودين معاه، بس هو في النهايه هيقيم ب 18 19 لعيب، ده احنا بنتكلم في كتير جدا 19 لعيب ده فهو اكيد عنده لسه لحد دلوقتي ما حطش التقييمات النهائيه لان ال 19 لعيب القوام الاساسي اللي هو هيبتدي يلعب عليه. فكره الروتيشن اللي هو عاملها فكره كويسه جدا، اللعيبه كلها
عندها الحماس ان هي تكون موجوده تحجز مكانها، وهو موصل الاحساس ده للعيبه ان مفيش لعيب عندي هيحجز مكانه على طول. انا اظن ان السلاوي والشناوي بس هم اللي لعبوا كل الاربع مباريات معاه او الخمس مباريات بالظبط. فانت بتتكلم بنتكلم في اثنين لعيبه من 11 لعيب، قام 11 لعيب، انا بتكلم على الاساسيين 11 لعيب، اثنين لعيبه، فطبعا عدد قليل جدا يعني بقيه الفرقه كلها هو غيرها. فده هو بيستكشف الامور بتاعه اللعيبه والفنيه، سواء عامل حاجه غريبه يعني ما حدش كان يتوقعها، يعني ان اي مدير فني جديد بيحاول انه يبتدي بالتشكيل اللي المدير الفني اللي قبل كده نهى بيه علشان يضمن بشكل اكبر النتائج الايجابيه. هو ما شاء الله الحمد لله لحد دلوقتي يعني غير في التشكيل كتير وكسب كل البطولات، حتى كل المباريات حتى الان بما فيهم بطوله السوبر امام نادي الزمالك، مباراه كانت صعبه جدا اكيد. فالبعض بيشوف ان دي كانت حاجه غريبه شويه او مجازفه شويه. هي مجازفه طبعا، وهو اللي بيعمله لحد دلوقتي ده مجازفه. يعني انه يغير اللعيبه او اللعيبه اللي بتثبت نفسها في مباراه ويرجع زي قالوا ديانج مثلا. ديانج خرج من ماتش بكره خالص، فدي برضو الناس مستغربه بعد ما عمل الماتش الكويس ده. بس برضو هو ما بيحكمش، هو الحكم عنده مش ماتش، الحكم طبعًا. عنده الاستمراريه مش هتيجي من غير ما هو يبص على قوام الفرقه اللي معاه او قوام اللعيبه كلها اللي معاه. فانه يبص على ده في المباريات ده حاجه كويسه وحاجه ايجابيه طبعا، ان هو يبص على كل اللعيبه. فانا اظن ان هو هيجي ماتشين ثلاثه والموضوع بالنسبه له هيبقى خلاص، يبتدي بقى لازم يثبت تشكيل ولازم الناس تبقى عارفه طريقه لعبه ايه، بيغير ازاي. طبعا في تريكات طبعا هو لازم يعملها عشان زي اي مدير فني يعني. اكيد. لكن هو كاسلوب مع اللعيبه لا، انا شايف اسلوبه ايجابي جدا في الفتره دي. كنت تتوقع البدايه دي مستر فايلر بصراحه؟ بص، اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي تنجح طبعا، خامه كويسه واسم النادي الاهلي ينجح. هي كان ناقص له الرتوش ان هو يحطها بالزبط. على الفريق. واظن ان هو بدا يحط الرتوش بتاعته دي، واظن كمان ان اللعيبه بدات تستوعب طريقه لعبه، فظهر بالشكل اللي احنا موجودين عليه ده دلوقتي اللي الناس بتشوفه دلوقتي للنادي الاهلي. فانا يعني رغم الفتره القليله ما لحقش الراجل يعني، ده جه 13 يوم ولعب اول مباراه يعني. ما بص، المدير الفني الكبير امير ما كويس. ما عندوش ما انا ما بعترفش ان المدير الفني الكبير واللي بيجي لنادي كبير ما ياخد لازم ياخد وقت وكلام من ياخد وقته، بس ما ياخدش بقى ده لسه ما دخلش مع الفريق ولسه ما استوعبش. احنا انا لسه بقول ان هو مش متعود على الاجواء بتاعت افريقيا مختلف عن اوروبا طبعاً. فدي حاجه، وانه يخش يكون عنده الفنيات بتاعته وانه يحفظ اللعيبه الجمل اللي هو عايز ينفذها على ارض الملعب دي حاجه، والاجواء بتاعت افريقيا حاجه تانية خالص. فلا، اللعيبه تنجح، اللعيبه اللي موجوده شخصيته تبان من تصريحاته بعد المباريات من خلال متابعتك يعني. هو واضح انه هادي جدا يعني، وكذا يعني كذا تصريح بيخرج من بعيد عن فايلر بيتقال ان هو راجل رياكشناته حتى ما تبينش هو مبسوط من اللعيب ولا متضايق منه. فبالتالي اللعيب ما بيبقاش عارف هو انا اديت اللي هو عايزه ولا ما اديتش. فبالتالي اللعيب بيطلع اقصى ما عنده في التدريبات عشان يعني دي حاجه ايجابيه. طبعا حاجه ايجابيه ان هو ما بيديش رياكشن بان انت وحش او حلو ده، حتى يعني وبالذات لو انت وحش. بالذات لو انت وحش دي ايجابيه اكتر، ان انت كنت وحش فهو ما ادالكش الرياكشن ان انت وحش بالزبط. فبالتالي لا، انت موجود لسه عندك فرصه تانية انك تثبت نفسك. فلا، هو شخصيه واضح ان هو هاديه جدا يعني. نتمنى له يا رب كل التوفيق، والاهم طبعا بالنسبه للفريق ان شاء الله كل التوفيق خلال الفتره اللي جايه ومباراه الغد ان شاء الله من التاج الحربي، مباراه غايه في القوه. بالتالي عايز اتطرق معاك لبطوله الدوري وبدايتها، ورايك ايه في البدايه دي من الجانب الفني بالنسبه للبطوله بالتحديد؟ لحد دلوقتي ايجابيه جدا كويس. انا مستبشر خير باللجنه الخماسيه اللي موجوده كويس. كل التفاصيل اللي حصلت لحد دلوقتي تدل ان الناس دي بتشتغل وبس يعني. مفيش بقى، بس في بعض السلبيات صغيره لسه ده طبيعي، بس لازم يشتغلوا على علاجها اكيد طبعا. بص امير، مفيش حاجه في الدنيا، مفيش مؤسسه في الدنيا كبيره ما فيهاش سلبيات اكيد. ولو مفيش سلبيات يبقى انت ماشي غلط صح يعني. انت مش عايز تمشي، مش عايز تعمل سلبيات لنفسك، بس اكيد انت بتتعلم من اخطائك. بتتعلم اخطائك ده ازاي؟ لما تقع في الغلط عشان تتعلم من الخطا ده ما تكرروش. وبعدين الناس لسه جايه جديد، فيعني واول مره يديروا المنظومه بالكامل. احنا سامعين عن اسامي، في اسامي دخلت اول مره نسمعها، حسام الزناتي مثلا. حسام الزناتي ما حدش
يسمع وعمل جدول دوري محترم بصراحه جدا بصراحه. سواء خلي بالك على الدوري الممتاز او دوري الدرجه الثانيه، دوري الدرجه الثانيه برضو نفس الكلام، عمل مؤتمر وعمل وزع الفرق وحط الجدول وظبط. فانا لا يعني الواحد مستبشر بيهم خير. في سلبيات، في سلبيات زي اي مكان في الدنيا في سلبيات. المفروض نساعدهم بقى شويه يعني، طالما شفنا ايجابيات كتير هو ده اللي انا كنت بكلمك فيه من ساعه الخبر بتاع النادي الاهلي. نبص على الايجابيات، نركز على الايجابيات شويه، نركز على الايجابيات. اي مكان في الدنيا في سلبيات طبيعي، مفيش حد ما عندوش اخطاء يعني. طبعا ده شيء اكيد مهم، لكن الدوري انت شايف البدايه مناسبه يعني؟ البدايه كويسه لكل الفرق. المباراه بتتلعب لحد دلوقتي في مواعيدها. حسام الزناتي انا بس اخذت عليه انه لما عمل التصريح بتاع ان بعض المباريات اتاخرت 3 دقائق ودقيقتين خاصه في الشوط الثاني لما كتب على السوشيال ميديا، ما كانش صح يعني، ما كانش صح انه يتكلم على السوشيال ميديا. عندك قنوات رسميه للاتحاد المصري لكره القدم تقدر تعلن عنه الكلام ده، ولو تم اعلان الكلام ده على القنوات الرسميه للاتحاد المصري لكره القدم شابوه يعني، كان لازم حاجه كويسه. طبعا حاجه كويسه انك بتتكلم في دقيقتين وفي 3 دقائق، وان انت عايز تخلي المباريات كلها بتبدا في ميعاد والشوط الثاني يبتدي في ميعاد رسمي، وان يكون في عقوبات على الانديه ان هي ما تلتزمش بالنزول لارض الملعب في الميعاد المحدد. احنا فعلا عندنا مشكله هنا في مصر جدا، ان فتره الراحه ما بين الشوطين بتقعد تلت ساعه ساعات حاجه صعبه غريبه جدا. والحكم بقى مش هيخش يخبط يلا يا جماعه يلا يا جماعه شويه بتاع الناس. المفروض خلاص قبل الحكم بيدي 5 دقائق، قبلها ب5 دقائق يا جماعه احنا 5 دقائق وهنكون موجودين في الملعب. فلازم الانديه برضو يعني تلتزم. انا مش شايف اي داعي كاننا بنلعب مثلا ماتش خماسي مع بعض، طب مستنى 5 دقائق، 5 دقائق، طب انا جاي في السكه، الكلام من كتير كتير بصراحه مش طبيعي. لا فاللي هو عامله ده كويس جدا، فكان لازم يخرج رسمي. هو ده اللي انا بس معترض عليه، انه كان لازم يخرج بطريقه رسميه. ما يخرجش عن طريق الاكونت الرسمي بتاعه. خلاص انت ما بقتش ملك نفسك دلوقتي. بالزبط. انت دلوقتي بتشتغل في منظومه كبيره، فلازم التصريح اللي يخرج منك لازم يبقى معمول له مليون حساب. صح. فانت كتبت على السوشيال ميديا وهو تهاجم بشكل دوري جدا كبير. وانا مع النقد مش الهجوم عليه، مع النقد ان هو اتصرف غلط. ولازم هو يكون عارف ان هو اتصرف غلط. هل كان في تواصل من الاعلاميين او الصحفيين معاه بعد التويته دي بالتحديد؟ يعني هو عشان يتدارك الخطا ده يعني؟ هو ما بيتواصلش مع الصحفي. هو حسام بيشوف شغله بيركز في شغله بس، وده برده الى حد ما ممكن يكون كويس يعني. طبعا دور الاعلام مهم جدا. أكيد. جدا جدا، ودور انك تتواصل مع الاعلام دي حاجه كويسه جدا ومهمه جدا. بس تتواصل امتى؟ وفي الوقت المحدد اللي يكون متحدد لك انك تتواصل فيه مع الاعلام. بالزبط. ده شيء مهم جدا، وهو لازم يعي ده. بس طبعا انا يعني هلتمس له العذر ان الموضوع لسه هو موضوع كبير عليه، رغم ان هو عمل امم افريقيا يعني. ما فيش حدث اكبر من كده كمساعد محمد فضل يعني. ما فيش حدث اكبر من كده طبعا. بس طبعا انت جاي بقى ال 30 نادي و70 نادي تحت في الدرجه الثانيه، فانت عندك يعني مكالمات كتير جدا. اكيد فلازم هو يتدارك ده في الفتره اللي جايه، انه يكون مركز على القنوات الرسميه والشرعيه للاتحاد المصري لكره القدم. نروح للمنتخب بقى شويه. كابتن حسام البدري، متحمس انت الكلام ده؟ بتشوف ازاي الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر في ظل البعض يقول لك في توازنات في الجهاز، اهلي وزمالك، وحاجات اجبر عليها الكابتن حسام البدري. في العموم بتشوف تشكيل الجهاز كله ازاي؟ هل بالشكل الايجابي اللي هيفيد منتخب مصر، ولا كان في بعض التعليقات على بعض الامور ممكن تعطل المنتخب؟ اتمنى التوفيق طبعا للجهاز ان شاء الله، ان شاء الله ان يكون مرحله جديده للمنتخب الوطني. بس انا مش فاهم 2 مدربين عموما، مش فاهم. ما هي دوت برضو التساؤل اللي انا سالته والله في الحلقه ساعتها. قلت ركزت على تصريح الكابتن حسام البدري في مؤتمر صحفي، ولما جه معاد الاعلان عن تشكيل المعاون قال لك احمد ايوب وطارق مصطفى 2 مدربين، وبعد كده قال لك سيد معوض مدرب مساعد. فطب التايتلات بتاعتهم ايه بالظبط؟ مش واضحه يعني. مفيش في الكوره كده، مفيش. انا ما شفتش يعني لحد دلوقتي ما شفتش اي حاجه تقول ان في ان الجهاز يبقى نفس الامر. خلي بالك في المنتخب الاولمبي مفيش برضو، مفيش التخمه دي. كابتن معتمد جمال وكابتن وائل رياض وكابتن محمد شوقي وكابتن عدد شوقي في عدد. يا جماعه ده ما هو مش بالعدد. هو الاختصاصات ايه؟ هيفيدني ولا مش هيفيدني؟ لو 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 الجهاز الفني المنتخب مصر كابتن حسام البدري طلع اعلن ان مثلا انا جايب كابتن احمد كابتن طارق مصطفى عشان جمل معينه للعيبه اللي بتلعب على الاطراف في المكان اللي هو كان بيلعب فيه، ماشي
هبقى موافق جدا 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 على تصريحه. لكن اثنين مدربين عموم وانت لسه ما حطيتش الاستراتيجيه بتاعتك مين اختصاصاته ايه ومين يعمل ايه، ده ممكن يعمل مش هنقول شويه مشاكل لان احنا لسه ما شفناش على ارض الواقع ايه اللي حاصل. بس ليه تحط نفسك في الحته دي وليه تحط نفسك في القيل والقال ان في مشكله ما بين كابتن طارق مصطفى وما بين كابتن احمد ايوب، في مشكله ما بين كابتن طارق مصطفى وما بين كابتن سيد معوض، ليه؟ مين اللي خد القرار ده؟ بص كان في تصريحين في المؤتمر عكس بعض، اللي هم استاذ عمرو الجنايني طلع قال ان هو ساب مطلق الحريه لكابتن حسام البدري لاختيار الجهاز المعاون. تمام. بعد ما المؤتمر خلص في قعده مع الصحفيين حصلت، كابتن حسام البدري طلع قال انه على المنصب بتاع كابتن محمد بركات ووجود كابتن عماد متعب، لما اتسال على عماد متعب قال لك مش انا اللي شكلت، مش انا اللي جبت، قال كده قال انا ما عنديش مشكله مع عماد متعب بس التشكيله دي ما كانتش مني. فمين بقى الصح؟ يعني ايه اللي حصل؟ طب هل هو من المناسب لاي مدير فني ان يتم اجباره على بعض الاسماء؟ لا طبعا، وانا مش عايز اقولها اجبار لانه ما اظنش ان كابتن حسام البدري بشخصيته اللي لا يعني انا اعرفه من بحكم يعني شغلي في النادي الاهلي كلنا عارفين فما اظنش ان هو بيجبر على حاجه حتى لو منتخب مصر يعني، فما اظنش ان هو يجبر على حاجه، ولو اجبر على حاجه اظن ده اكبر غلط وده بدايه المشاكل انه تحصل مشكله ما بين عشان يرجع يقول ما انا قلت يا جماعه، فكل واحد هيشيل بقى هيتنصل من المسؤوليه ساعتها. لكن لا انا ما اظنش ان هو اجبر، اكيد تم يعني التشاور في تشاور حصل ما بينهم ممكن يكونوا اقنعوا اكيد. بص طالما الجهاز اعلن بالشكل ده يبقى كابتن حسام البدري مقتنع هو ممكن حد يقول لك كابتن حسام البدري في المؤتمر الصحفي قال لك ايه؟ قال لك انا كنت بعدي من قدام اتحاد الكوره كان بيبقى حلم بالنسبه لي ان انا امرن منتخب مصر، فلما الحلم جاله فابدا بعض التنازلات مثلا، وده مش عيب. مش عيب؟ لا طبعا مش عيب، مش عيب بس مش هيأثر مع ما هو بقى ما هو مش عيب بس في اطار في اطار انك تحط لكل واحد اختصاصاته في الجهاز الفني، مش مجرد انه يكون عدد او مش مجرد انه يكون موجود لان هو يكون في توازنات، زي ما انا برفض كلمه توازنات ما بين الاهلي والزمالك دي، لان ده منتخب مصر يجي بقى من المصري يجي من الاسماعيلي يجي من اي حته يجي من اي حته. كابتن شوقي غريب مثلا يعني اكبر مثال اهو، وراجل محقق لحد دلوقتي نجاحاته ونتمنى له التوفيق ان شاء الله في بطوله افريقيا اللي ورا بكره باذن الله. فلا انا شايف موضوع التوازنات ده لازم الناس هي حتى المسؤولين ما يتكلموش في موضوع التوازنات ده، رغم ان برضو الاستاذ عمرو الجنايني اكد ان ما فيش موضوع توازنات ما بين الاهلي والزمالك، هو ان ده كان باختيار كابتن حسام البدري على عهدته. كلام مش منطقي شويه بصراحه. بص لا نكب بصراحه الكلام مش منطقي، ان كابتن حسام البدري من نفسه هيختار، احنا مش بنحاول ان احنا نعمل مشاكل او نقول ان في مشكله في المنتخب ولا حاجه، لكن احنا بنحلل الكلام او بنحاول نعقله شويه. كلام غير منطقي ان هو مثلا يكون كابتن حسام البدري اختار كابتن طارق مصطفى من نفسه او كابتن ايمن طاهر من نفسه، رغم ان كابتن حسام البدري لما بيروح اي حته بيبقى عايز كابتن طارق سليمان كابتن احمد ايوب الكلام ده. بس بص هقول لك على حاجه، مش منطقي بس لما يكون في تشاور وفي كابتن حسام احنا لازم نعمل كذا 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 ولازم نقعد نتكلم في ان كابتن طارق مصطفى ده راجل فني واشتغل في الحته الفلانيه وحقق نجاحات بكذا ودي الطريقه بتاعته في الشغل عامله ازاي، فممكن يكون هو تحمس للموضوع مش مساله اهلي وزمالك. انا عايز اهرب بس من حته موضوع ان هو منتخب مصر مقسوم اهلي وزمالك، ما هو مش اهلي وزمالك، هو المنتخب ده مش منتخب اهلي وزمالك، ده منتخب مصر. يعني اي حد يحلم انه يكون موجود في المكان ده ويتحقق خلاص، ايه المشكله؟ خصوصا الاسماء اللي موجوده في الحقيقه اسماء كبيره، يعني كابتن ايمن طاهر مدرب قوي جدا. طبعا كابتن طارق مصطفى مدرب مميز جدا وخبرات يعني احنا بنتكلم على التفاهم ده. كابتن ايمن طاهر خبراته كبيره جدا 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 مع نادي الزمالك، من اكبر من يعني من اكتر حراس مدربين حراس المرمى اللي كان موجود بيدرب جوه نادي الزمالك. كابتن طارق مصطفى حقق نجاحات كتير سواء جوه او بره مصر، وبره مصر بالاخص في المغرب كان عامل شغل كويس جدا. فلا يعني موضوع الاهلي والزمالك ده ما انا بس يعني هاخدك لحته تانية، موضوع محمد صلاح مع انا لسه كنت هسالك عن موضوع محمد صلاح ده. التصريح غريب جدا، تصريح كابتن حسام البدري غريب جدا. ايه موضوع يعني انا مش ايه بالظبط الموضوع؟ انه تواصل معاه عشان الاجهاد ويشوف البرنامج البدني بتاعه عشان الفتره اللي جايه والمرحله اللي جايه، يعني ايه؟ ما فهمتش. هو محمد صلاح عنده جهد؟ ما هو التصريح غريب جدا، مين قال ان محمد صلاح عنده جهد؟ هل هو في تقرير جه وحتى تاني يوم بعد التصريح ده محمد صلاح شارك في مباراه شيفيلد 90 دقيقه كامله.
انا ما والتصريح مكتوب بشكل بصراحه غريب جدا. هو كان تصريح تلفزيوني. ضغط المباريات وان ضغط المباريات على محمد صلاح في الفتره اللي فاتت. ضغط المباريات ايه؟ الدوري الانجليزي لسه ما هو ما عندهمش ضغط مباريات يا جماعه. ده ما تلعبش لسه. ضغط المباريات ده يعني الدوري الانجليزي ده عادي بالنسبه لهم. من شهر 12 وشهر 1 ده هي دي الفتره بتاعه ضغط المباريات بقى. يعني فانا ما اظنش محمد صلاح لسه الموضوع. هل في حاجه؟ هل إن انا مش عايز اسير برضو بلبله في البدايه ان انتوا ليه التصريح ده طلع؟ عشان يكون سببه ان في حاجه، ان كابتن حسام البدري وكابتن محمد بركات تواصلوا مع محمد صلاح عشان ان هو عنده اجهاد. طب هو جاي ولا مش جاي يا عمر؟ التصريح ده يدل ان في حاجه، ان ممكن يكون محمد صلاح مش جاي. تصريح كابتن حسام البدري ده وان هم تواصلوا مع محمد صلاح في التوقيت ده بـ بـ بالالفاظ اللي خرجت بان هو عنده اجهاد وان احنا بنطلع على البرنامج بتاعه، ده يدل ان في حاجه مش مظبوطه. ده يدل ان محمد صلاح قال انا مش جاي، ان في مشكله بسبب موضوع ذا بيست. في حاجه غلط، في مشكله يخليك تثير بعض التساؤلات يعني. طبعا ومش هيتم الرد عليها غير يوم المعسكر، خلي بالك يعني. هتعرف لما يجي محمد صلاح، لما هيكون موجود مش موجود. لان هو اختاره، هو اختاره هو طبعا، وهو كابتن حسام بدري اللي اختاره. اه بالظبط. عشان برضو يعني النقطه دي مهمه جدا، ان كابتن حسام بدري هو اللي اختار الخمس لعيبه المحترفين قبل القائمه المحليه. طبعا قائمه التسريب اللي خرجت دي برضو انا ضد الموضوع ده. ليه القائمه خرجت؟ اكيد يعني اكيد ما خرجتش من الجهاز الفني يعني، عشان برضو ما من نرميش من مين يعني؟ من التشاورات. ما التشاورات ده بيبقى فيه ناس كتير. ما بيبقاش الجهاز الفني بس اللي قاعد يعني. ففي ناس كتير كانت قاعده. لا استنى بس، يعني ايه مش الجهاز الفني بس اللي قاعد؟ الجهاز بالكامل بقى اداريين و في منظومه، في منظومه كامله. اكيد هم حاطين هيختاروا ازاي وهيبعتوا الجوابات ازاي للانديه، وان هيكون مين موجود معاه. ف 40 لعيب، طب انت ما اديتش فرصه. انت حتى يعني اللعيبه اللي انت ممكن لسه ما شفتهاش، انا مع جدا 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 ان هو يعتمد على القوام الظاهر، لان لسه لحد دلوقتي الدوري المصري ما افرص لعيب منور. فانا ما عنديش مشكله في ده، بس ليه تقتل الطموح عند اللعيبه؟ عند اللعيبه دي ببدايه انك بتعلن 40 لعيب، برضو ما بتعلنش رسمي صح، بس تسريب ان يخرج فيه 40 لعيب موجود. في لعيبه تانية حقها، ان حق مشروع جدا ان هي تكون موجوده في منتخب مصر، وحق مشروع جدا انك تتابع اللعيبه دي. فبالتالي لا، التصريح ما كانش موفق خالص خالص. يعني في العموم نتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر الاول والاولمبي كمان المقبل على تحدي صعب ومهم جدا، بطوله الامم الافريقيه في مصر تحت 23 سنه بالنسبه للكابتن شوقي غريب، ومؤهله باذن الله لاولمبياد طوكيو 2020. فبالتالي نتمنى لهم كل التوفيق سواء المنتخب الاول او المنتخب الاولمبي، وباذن الله كمان نتمنى للنادي الاهلي كل التوفيق في مباراه الغد امام الانتاج الحربي. عمرو سعدت جدا بتواجدك معايا، وكنت نفسي ان انت تيجي بدري شويه عشان ناخد وقت اكتر من كده. معلش بعتذر لك الطريق بس كان زحمه شويه. نورتنا وشرفتنا عمرو، ربنا يخليك. اشكرك شكرا جزيلا. ربنا يخليك. كان ضيفنا العزيز وصديقي العزيز عمرو الجرزاوي الناقد الرياضي بجريده الفجر، واتكلمنا في بعض الامور الهامه جدا على الساحه الرياضيه المصريه. بكره باذن الله هنكون اجازه عشان مباراه الاهلي هتبقى الساعه 8، فاحنا مفيش كلام في الميديا بكره. هنرجع مع حضراتكم باذن الله يوم الخميس في حلقه تكون مهمه جدا، وان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يكون وفق في مباراه الانتاج الحربي، ونبارك له ونبارك لجماهيره بالفوز على الانتاج الحربي باذن الله. دي كانت حلقتنا من كلام في الميديا النهارده، استنونا حلقه جديده ان شاء الله. الى اللقاء.